فريق مبادرات المناصرة لدعم المشاركة السياسية للنساء ومنظمة موريفام ينظمان بالعاصمة نواكشوط ورشة تكوينية لتعزيز القدرات النسائية من خلال السعي إلى تفعيل ولوجهن للتقنيات الحديثة. وتستهدف هذه الورشة النساء العاملات في مجال التقنيات الحديثة من أجل توسيع معارفهن العلمية وتطوير مهاراتهن في هذا المجال. أمل عفوا المعلق على هذه الورشة هي أن نخرج بنتائج، أن نخرج بقدرات نسائية أكثر، أن نخرج بهذه القيادات النسائية أكثر، تعزيز في المجال العلمي، في المجال الحقوقي، في المجال التقنيات الحديثة، في المجال التشاور، في المجال التشبيك. إذا هذه هي الأهداف المتوخاة، ونحن ننتظر إن شاء الله بأن هذه النتائج نحصل عليها نتيجة، لأن النساء المكونات مثلا الاختيار لم يكن اعتباطا، وانما هنالك مجموعه من المعايير تم اختيارها في اطار هذه الورش. ولتعزيز قدرات النساء يفترض تمكينهن من استخدام التقنيات الجديده حتى تتسنى لهن المشاركه الفاعله في عمليه التنميه، تقول وزيره الشؤون الاجتماعيه والطفوله والاسره. وفي هذا الصدد ينفذ قطاعنا العديد من البرامج الخاصه بتعزيز قدرات النساء المنتخبات، فضلا عن برامج شامل لتمويل المشاريع نادرة الدخل يخضع للتحسيس والتطوير باستمرار، وسيكون للتقنيات الجديدة دورا كبيرا في تطويره بحول الله تعالى، فضلا عما توفره الاستراتيجية الوطنية لمأسسة النوع من أدوات للتمكين والإنصاف. أيها السيدات والسادة، لقد حصدت الحركة النسائية في موريتانيا من المكتسبات في العقد الثاني من القرن الحالي. ويسعى المشاركون في هذه الورشة للمساهمة في تعزيز قدرات قيادات الحركة النسائية في موريتانيا وتعزيز ولوج المرأة مجال التقنيات الجديدة، لما لها من دور كبير في تمكين المرأة وإدماجها في التنمية.